بسم الله الرحمن الرحيم. شراكة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن من فضل الله علينا وعلى الناس قيام جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة أرض الخير والعطاء، لتمثل صورة مضيئة ونموذجا مشرقا للعمل الخيري الإسلامي، فنالت بذلك شرف اليد العليا والتي امتدت بكل سخاء تغرس سنابل الخير والأمل في أرجاء المعمورة بلا من ولا أذى، عبر شراكات مثمرة وتعاون ممتد مع كثير من الجمعيات والهيئات والمكاتب العاملة في مجال العمل الخيري في كثير من بلدان العالم. ومن هذه الشراكات التي آتت أكلها وأثمرت خيرا كثيرا شراكة الخير بين جمعية دار البر ومركز الإحسان لتحفيظ القرآن في السودان، وهي شراكة يزيد عمرها على 15 عاما، تم خلالها إنجاز الكثير من المشاريع الخيرية كبناء وتشييد المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والفصول الدراسية والمراكز الطبية ومنازل الأيتام وحفر الآبار ودعم مشاريع سقيا مياه الشرب، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر الفقيرة والدعاة والمشاريع الموسمية كإفطار الصائم وزكاة الفطر ومشروع الأضاحي، وكذلك المساهمة في تخفيف معاناة منكوب السيول والفيضانات والكوارث الطبيعية وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. ولقد كان من الثمار اليانعة لهذه الشراكة المباركة تحقيق العديد من الإنجازات، من أبرزها تشييد المساجد التي توزعت في كثير من الأحياء والقرى في العديد من ولايات السودان عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أي في الأحياء والقبائل. وقد أثمر ذلك ولله الحمد تشجيع روح التدين في المجتمع والالتزام بالشعائر الإسلامية. وفي مجال السقيا تم حفر الكثير من الآبار ودعم شبكات توزيع مياه الشرب وسداد الفواتير الشهرية لقطاع كبير من الأسر الفقيرة. وقد كان من نتائج هذا العمل المبارك والتعاون الممتد أن تمكنا بفضل الله تعالى من حل مشكلة العطش وتوفير مياه الشرب لكثير من الأحياء والقرى والأرياف النائية في مختلف ولايات السودان. وقد بلغ عدد الأيتام المكفولين حوالي 1777 يتيما، ويعد مشروع كفالة اليتيم من المشاريع الاجتماعية الناجحة ذات الأثر الإيجابي الكبير، حيث ساهم المشروع بصورة فعالة في توفير متطلبات الحياة الكريمة وتأمين المصروفات الدراسية لشريحة واسعة من الأيتام الذين شملتهم مظلة الكفالة. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروع كفالة الأسر الفقيرة 54 أسرة، ونحسب أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة، لأنه يسد بابا واسعا وثغرة عظيمة
من الثغرات التي يلج منها الشيطان وأعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر لبث الأفكار الهدامة وإيقاد نيران الفتن ونشر الفساد وتغيير عقيدة الأمة عبر التستر وراء الأزمات والكوارث والحاجة والفقر والعوز التي تحل بالمجتمعات المسلمة. لا وفقهم الله. ولا يخفى على أحد من أهل الإسلام ما للدعوة والدعاة من أثر على مسيرة الأمة وحمايتها من الانحراف والزيغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه وجنده، أما بعد، فإن من الأعمال الجليلة والوظائف النبيلة دعوة الناس إلى الدين القويم والصراط المستقيم على نهج السلف المرضيين الهداة المصلحين. قال ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لهذا وغيره قام مكتب الدعوة بمركز الإحسان بمهمة الدعوة إلى الله وتبصير الناس بأمور دينهم وحثهم على الالتزام بتعاليمه علما وعملا ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بإقامة الدورات المنهجية والمحاضرات والندوات الشرعية والرحلات الدعوية والدروس العلمية التربوية وتوزيع المصاحف والكتيبات والنشرات والأشرطة النافعة في المساجد والجامعات والمدارس والمؤسسات المختلفة. وتم بحمد الله وتوفيقه تنظيم رحلتين في الأسبوع لتغطية أكثر من 50 مسجدا في مدينة شند وما حولها، بالإضافة للرحلات الشهرية التي يستهدف بها القرى والمناطق النائية. وكذا يقيم المكتب نحو من 500 درس شهريا لأكثر من 30 داعية في مختلف المساجد، إضافة إلى إقامة نحو من 10 محاضرات متنوعة في كل شهر. كما يقوم المكتب بتأهيل الدعاة وتزويدهم بالعلم من خلال عقد الدورات العلمية العامة والدروس المنهجية لطلاب وطالبات العلم بمعهد الإحسان للدراسات الشرعية، مما كان له الأثر البالغ في تبصير الناس وتعليمهم وإرشادهم ودعوتهم للخير، وذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه، ثم بفضل جمعية دار البر الخيرية بحسن تعاونهم وسخي عطائهم دعما للدعوة وكفالة للدعاة ومعلمي القرآن، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي إطار شراكة الخير بين جمعية دار البر ومركز الإحسان، برزت أهمية العمل على استقرار الدعاة ومعلمي القرآن عبر مشروع كفالة الدعاة والمعلمين. وقد كان لهذه الشراكة المباركة آثار محمودة ونتائج طيبة، حيث انتشر منهج أهل السنة في كثير من الأحياء والقرى، وما تبع ذلك من تصحيح العقائد المنحرفة والمفاهيم الخاطئة للأمور الشرعية وإقبال العامة على التفقه في الدين وحضور مجالس العلم والوعظ والإرشاد وانتشار الحجاب الإسلامي في الأوساط النسائية وهجر كثير من العادات والتقاليد المنافية لتعاليم الإسلام إلى غير ذلك من الآثار الطيبة والبشارات التي تقر أعين أهل الحق والإصلاح وتشرح صدورهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.